بص بقى يا معلم، عملت لك ملعب يعني مور ذان بروفيشنال. على فكره امبارح انا وهدرس تعبنا جدا جدا عشان نخطط الملعب انت غاوي دايما تعملي فيلم عربي، تعبنا وعرقنا وطلع عيني عشان اعمل لك. عادي ما عملتش حاجه، جبت شويه بويا وقمت مخطط نجيله في فلاح مسكين هو اللي زارعها. خلاص اوكي ده سهل، انا على فكره عملنا جونين. بص طب روح اقف مع بقيه الفرقه عشان انت نسيت نفسك، انت عنصر تحتي، انا الكوتش، اقف هناك. يلا يا جماعه يلا. ايه ده انت اتجننت يا ابني؟ تديهم اوردر؟ طب ايه رايك انك تقف اخر واحد؟ اقف اخر واحد، اقف هناك. ايه ده انت اتجننت يالا؟ بتقلدني؟ لا بتعمل راسك براسي؟ لا 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 اي اي اي, أي. روح هناك، انا الكوتش، انا لوحدي لدي الاوامر. anyway انا هديكوا بريف في رغيف. الجيم ده باختصار فرقتين، فرقه معاها كوره هتحاول بكل جهدها انها تعدي المنطقه الثانيه وتودي كوره المنطقه الثانيه. اوكي وانس انك وصلت دي لوحدها 6 بوينتس، عرفت ترميها بين العصايتين دول ده الجول، هتاخد بوينت كمان يبقوا 7 بوينتس. اظن سهله، لعبه مسليه جدي. ها حد عنده استفسارات؟ عايز اقول يعني ايه عصايتين؟ انت عارف يعني بوينتس؟ ايه دي؟ اوكي اصلا بقى طيب فتنس يا جماعه فتنس. توفيق 20 متر في ساعتين 45 دقيقة هايل. لا 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 على فكرة كده كتير. نجوم المستقبل وطويت الملعب كده. خلصنا الفتنس خلاص، الفتنس بح، نقدر دلوقتي نلعب ريل امريكان فوتبول. يلا قوموا عايزين صف كده. يلا يا وحوش يلا 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 يلا, يلا, يلا حازي مع زميلك. تعال يا مناع، تعال يا مناع ولد شاطر، هيرفع راسنا فوق. وقف هنا. بص بما انك بقى قرص ومش قرص وعم الجامد، انا هحدف لك الكوره وهدرس هيطلع يجري، عاوزك تحدفها له وتعدي من فوق كل الناس وتوصل له عشان هو يجيب جول. اوكي يلا ريدي ستيدي بو. ايه يا مناع؟ ايه يا مناع؟ انا كنت عايز الكرة جوه الملعب وجوه نفس المدينة اللي احنا فيها. هاتوا كرة تانية. بالراحة جوه الملعب. هدرس هيروح ارميها له. يلا. ريدي
ستادي بو. يا عم انت عم بو. سلامتك يا سيدوني. يا جماعه ما تقفروش، دي كدمه بسيطه. البسها بن. ايه؟ البسها بن. بن ايه؟ هو مش متعور. بص يا سيدوني، انت تحط عليها معدون سنان. انت هتفتي؟ ايه الفتي ده يا جماعه؟ ايه الطب الفتاي اللي بقيتوا فيه ده؟ من ساعه ما جيت البلد دي كل حد يفتي، يحصل لي اي حاجه يقول لك اغلي قشر جوافه، حط ابو فاس. ايه ابو فاس ده كمان؟ لا مؤاخذه يا كبير، ما قصديش. انت براحتك يا مناع، براحتك. بس يا معلم، يعني احنا مش داخلين حرب، دي جيم، يعني خليك بالراحه شويه. يا جماعه كل ده رغي على الفاضي. احنا دلوقتي هناخد بريك 10 دقايق، وهو كويس على فكره، اطمنوا عليه. انت جننت؟ انا عارف ان هو انت جننت. انا كوتش. انا بس اللي اقول بريك وما بريكش. يا جماعه انا كويس يا جماعه، يلا بريك 5 دقايق. طب هم البن هو اكبسه براحتك. ما ينفعش نسكويك؟ نعم. لا يلا يا جماعه بريك، شكلي هكبسها بن فعلا. أنا اكتشفت حاجة يا معلم. خير؟ الفرقة اللي معانا بلح. يا ابني ما تبص على الجانب الكويس، معانا مناع ده لعيب كويس ويجي منه مع التدريب. معانا فزاع ده سريع ونفسه حلو. بس. أوكي، دول اتنين. فين بقى بقية الفرقة؟ ما احنا هنلاقيهم، اللي خلانا نلاقي دول هنلاقي التانيين. بقول لك إيه يا جوني؟ ها؟ هو انتوا هتلعبوا امريكا امريكا؟ ايوه امريكا امريكا. اصلها غريبه قوي ان امريكا بذات نفسها تاجي تلعب المزاريطه. لا انا هفهمك، احنا مش هنلعب المنتخب بتاع امريكا، احنا هنلعب فرقه الجامعه بتاعت جوني. على فكره الفرقه دي جامده جدي، دي اقوى فرقه في تكساس. ايوه يعني الفرقه دي من امريكا واللي بيلعب فيها امريكان، صح؟ صح. يبقى هتلعبوا امريكا. ربنا يوفقكم وينصركم عليهم قادر يا كريم. والماتش ده هيتذاع على قناة ايه؟ المزاريطة تي في، ماز تي في. بس لو عايزة تيجي تشوفيه حقيقي تعالي. صح والله ينفع. شور ست هدية. ايوه يا بعزك، ازيك يا واد؟ الحمد لله. ما عايزاش حاجة؟ جيت في وقتك، عاوز 4 انابيب. 4. طيب. ايه ده؟ هو مين ده؟ ده الواد بعزك، واد الحجة وحيدة بتاع الانابيب. اسمه بعزك؟ على فكرة الواد ده ممكن ينفعنا. ينفعنا في ايه يا عم انت؟ والنبي تاخدوه معاكم، ده واد طيب بس مخه على قده. يعني ايه مخه على قده؟ بيقولوا وهو صغير وقع على دماغه زرع بصل. اوه. فعقله تأخر. انا هطلع اجيب له الفلوس، لما ياجي قولوا له يدخل انابيب في المطبخ. صعبة قوي 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 حكاية زرع البصل دي، انت عارف يعني ايه؟ يعني أول حاجة بتلمس حاجة من جسمك في الأرض دماغك. هتلاقيه متخلف. أوه ماي جاد، 4 انابيب يا معلم. الراجل ده معانا في الفرقة وش. أنا لسه كنت هفتحك في الموضوع ده. طب بقول لك إيه، توماس توماس توماس، قوم فتحوا ان يبقى معانا في الفرقه. قوم يلا انت. لا طبعا مش هقوم، انا عبيط؟ انا لو كلمته ممكن يضربني بالانبوبه في وشي. قوم انت. وبعدين انت مستمعها بتقول لك مخه على جده. طب ما دي مصلحه يا توماس، لما يبقى هو قد كده يبقى مخه قد كده. قوم بس، قوم فتحوا يلا. لا بقول لك ايه، ماليش دعوه، عايز تقوم انت قوم. ما بصراحه ما اضمنش يعمل. طب بص احنا هنكلمه من بعيد. باتر. بعزق. روح ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هداك قول. اوكي. لا ما هي قالت لي انا اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هداك قول لي. بس خلاص. هي قالت لي اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. اوه ماي جاد.
بويز عاش قوي وحوش موت ستوب لمو حازو حازو انت لا انت خليك هناك اوكي بص يا جماعه هات الكوره جود بوي جود بوي بص يا جماعه هلعبكم لعبه اسمها فيشرمان يعني صياديه سمك ايه قصده صيادين السمك اكمنوا يعني اكمنوا خواجه جوني بيه ما انتوا عارفين انت هتزيد امشي هناك قسما العظمة اطلعك برا من جنابك اسمه صيادين السمك زي ما انا قلت الجيم ده بيقوي حاسه اللقف عند اللعيب عايز حاسه اللقف تبقى عاليه عندكم عايزكم كلكم لقيفه بصوا يا جماعه سيمبلي انا هرمي الكوره دي على اي حد فيكم لو حد خبطت فيه تف اسنانه هيبقى ضعيف سيسي بوي هيطلع بره ما يلزمنيش انما لو حد عرف يلقفها هيبقى بياخد بيضه يلا يا جماعه ستاند باي ايه انا بيضه انا بيضه 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 يا ابني يا ابني تعالى هنا يا متخلف بيضه جوه اللعبه مش بيضه بره ايه يا معلم ده ده بعثك ايه ايه ده طب يلا يلا قول له اقلع الجلابيه عشان ما يتكعبلش وهو بيلعب يلا هقول لمين يا معلم لا طبعا انا مجنون اقول له يلا يلا روح له روح له لا لا طبعا روح انت قول له يا ابني انا المدرب انا يعني انت الوزير بتعمل التفاهات دي انت انا بنشئ لاعبين بعمل حاجه للبشريه يلا روح روح طب تعالى معايا كل حاجه بقى جوني جوني معلش واتس اب مان هو عايزك في موضوع بص يا معلم احنا بنعمل فريق طبعا احنا دلوقتي بنعمل ماتش كوره وانت هتنضم ان شاء الله لينا وللفريق وفي تدريبات وفي ماتشات في الحاجات دي انت محتاج انك تقلع وضح وضح يا متخيل الجلابيه ولا انت مش عايز تلعب معانا اكيد عايز تلعب معانا صح انت بس انت براحتك على فكره ايه هتلعبوني معاكم هتلعبوني معاكم ايوه ايوه هتلعبوني معاكم هتلعبوني جوني بس 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 ايه انت مبسوط ايوه طلعت في اللالا امال ايه سو كيوت تعال 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 امال ايه تعال مع بابا تعال معاكم يلا 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 بص يا شباب هنعمل تقسيمه هات الكوره ها جود بوي بعزة انا معايا الكوره هحاول اخد مشوار لحد عنده هتعوق لا يعني حسب الترافيك سو كيوت ركز معايا بعزة وكفايه كلام بص انا هاخد الكوره هوصل مشوار لحد جوه كل الناس دي هتحاول تمنعني انت مهمتك انك تمنعهم ان هم يمنعوني ما فهمش ايه احنا مش صحاب يا بعزوق دول عايزين يضربوني عايزين يموتوني دول اثبت على كده اثبت على كده بص طول ما انا رايح هيحاولوا يمنعوني موتهم اهرسهم حلو قوي انا هاخد فزاع ومناع وهاخد انتوا مين تعالوا تعالوا تعال. كده انا فرقتي خلاص خلاص ايه لا طبعا كده مش فير ابدا لا فير لا طبعا لا مش فير لا حبيبي فير بص انتوا كام واحد واحد كام واحد انا الكوتش هطلعك بره فير ولا لا فير طبعا يلا يا جماعه يلا وضع الانكسار يلا اللي هو كده يلا ها ها اوه ماي جاد لا لا تعال 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 اهدى انا قلت لك امنعهم مش تعدمهم اهدى دي لعبه مش حرب يلا جود بوي يلا تاني وضع الانكسار يلا كلنا مكسورين ها يلا 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 أنا قلت لك تعمل كده! أنا قلت لك تعمل كده! ما أتعلن! يا مجنون! مجنون! هاتوا ده! هاتوا! السلام عليكم!
شفتيش فزاعة يا بنت؟ لا ما شفتهوش. بوه كنت بخر الواد دي ولا ايه؟ اخر مرة شفتيه ميت النهاردة. ها؟ تتلي تتفرجي عليه يا بنت انتي. هتعملي كيف المهابيل اللي لممهم جوني؟ نعم يا كبير وامرني انا سمعك. ها اخر مرة شفتي فيها الزفت اللي اسمها فزاعة النهاردة ميتة. ما شفتوش النهاردة واصل. بوه ايه سر اختفاء الواد ده؟ يكون ايش بيتمرن مع سجوني عشان الماتش قرب. هو فزاع بقي مع جوني؟ ايوه امال ايه انت ما دريتش فزاع بقي في الفرقه. يا الف نهار ابيض فزاع بقي في الفرقه؟ ده الفرحه ما سيحنيش. لا ده لازم اروح ابارك له بنفسي. زغروطه يا بنت زغروطه يا جاموشه ما ناس لفتحها شواقه قاعد اكبر واسمن في البهيم ده عشان يروح يخيب في الفرقه. ما تتزربنش بس يا كبير دول هيلعبوا امريكا وان شاء الله هيكسبوهم كمان. جوني هيكسب امريكا ويكسبهم هيكسبهم في ايه؟ في الهيافة وقلة العقل؟ واه يا كبير هو انت ما حتشجعهم شيء؟ اشتعيهم ايه الحماس ده يا ولي هدية حسك عينك يكون ليكي اي صالح او لينك بالموضوع ده فاهمة؟ في الزعبك في الفرقة. تجي يمين تجي شمال باين كيف العجل بسم الله ما شاء الله. تعال 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 ما تخافش ما تخافش انا العمده ولد انا العمده تعال وبعزك كمان. لا عيني عليك وبارده اقديح كملت فرقه المعتيه. الله يرضى عليك تقول له ما يمسك مش سلك عيان. انا العمده. تعال يا حيلتها تعال يا جاموسه. ايوه مرجع لعبك. انا ما اسمحلكش اتكلم اي حد من فرقتي بالشكل ده. انا كوتش هنا وعك لازم تكون مصدق اللي عم تعمله ده. لمم لي حبه مقاطيع وعامل لي بيهم تيم محملهم مصالحهم واراضيهم ومقلعهم خلقاتهم قاعد باللباس يا باللباس خلقات التمرينه. ترد علي خلقات التمرينه انت مصدق الكلام ده؟ طبعا ما انت في البلاله مش فاهم احنا بنعمل ايه يا بي. احنا هنلاعب امريكا وهنكسبها كمان. ابقى قابلني العالم كلها معرفش يغلب امريكا وانت هتكسبوهم المزاريطه. ما هو لو كل الناس بتفكر زي كده عمرنا ما هنكسب امريكا. بلاش تدينا طاقه نيجاتيف خليك بوزيتيف يعني شجعنا العب معانا. لعبت عليك نفسك يا بعيد العب معاكوا ايه؟ هو ده اللعب اللي عم تعملوه ده؟ عمالين تمسكوا في بعض تلزقوا في بعض كده في ايه؟ ايه اللعب ده؟ قول لي بقى يا كبير انك خايف جدي معاك حق هي اللعبه دي عايزه رجاله. تقول ايه يا قصدي يعني اللعبه دي طف. انت تجيب 30 فرقه فوق الفرقه دي واكسبهم لحالي يا ده انتوا لو طلعتوا لي في الكشري اكلكم يا قال فرقه قال استر حالك استر حالك عايز تكسب امريكا باللباس. تابع تابع مالك شخصيه. يلا يا جماعه يلا يا جماعه نكمل. ايه ايه يا ادرس ده اسرع شويه اطلع شويه قدام يا بعزق بعزق اطلع قدام شويه اسرع يا ادرس اسرع يا ادرس يلا. تفتكر يكونوا وصلوا؟ اه يا معلم وصلوا. انا كلمت السواق من شويه قال لي ان هم خلاص في اول البلد يعني خمس دقايق ويكونوا وصلوا. احنا هنعمل ايه في فزاع؟ مش مهم متقلقش هعرف اجيبه ازاي ليه طرقي. اهم اهم وصل.
اعذروني. مين دول؟ مين دول؟